حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. أعدن الغد تقول: العلم الصيني يرفرف في ساحة الحراك الجنوبي بعدن. الحوثيون يزيلون صور الثوار 26 من سبتمبر من المتحف الحربي بصنعاء. من جولتنا في الصحافة الفرنسية: ترامب يستقبل ولي العهد السعودي الذي يهز المملكة. الحكم على خباز فرنسي بغرامة مالية بعد رفضه أخذ إجازة أسبوعية. أهلا بكم. كانت الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد حينما رفع متظاهرون جنوبيون علما ضخما لجمهورية الصين الشعبية وسط ساحة العروض التي شهدت طوال سنوات كثيرة احتجاجات شعبية. وجاء رفع العلم عقب عدة أيام من حديث سياسي عن دور صيني مرتقب بمدينة عدن، وتحديدا لإدارة ميناء المدينة الذي يشهد تجاذبات سياسية واسعة النطاق منذ سنوات. ووفقا لتقرير عدن الغد، فإن رفع أعلام دولية عدة جنوب اليمن ربما يعكس مدى حالة التيه الوطنية. وخلال السنوات الماضية رفع محتجون جنوبيون أعلام دول عربية وأجنبية عدة في مؤشر اعتبره كثيرون انعكاسا لغياب المشروع الوطني الحقيقي الذي يمكن له أن يجمع قوى الحراك الجنوبي. ومع انطلاق فعاليات الحراك الجنوبي رفعت طبقا لعدن أعلام روسيا وبريطانيا وأمريكا في تظاهرات حاشدة طلبا للدعم الدولي لفعاليات التظاهر. ومع انتهاء الحرب الأخيرة في عدن في العام 2015 رفعت الأعلام الإماراتية والسعودية بكثافة قبل أن تنحسر لاحقا. أزالت جماعة الحوثي مقتنيات ومتعلقات رموز الثورات اليمنية ضد حكم الإمامة ورؤساء اليمن السابقين من المتحف الحربي وسط العاصمة صنعاء، وذلك وفق موقع المشاهد نت والذي عنوان: الحوثيون يزيلون متعلقات رمزية لثوار اليمن من المتحف الحربي في صنعاء. وقال مصدر مطلع للمشاهد إن الحوثيين أزالوا مقتنيات الثوار والرؤساء اليمنيين من المتحف الحربي وكل ما يتعلق بتاريخ ثورة 26 من سبتمبر، واستبدلوها بمقتنيات وملابس مؤسس الحركة الحوثية حسين بدر الدين الحوثي ومقتنيات أخرى تعود لقيادات أخرى في الجماعة الحوثية. وأضاف المصدر أن قاعات المتحف صارت تمتلئ بصور بدر الدين الحوثي وأولاده وصور قتل الجماعة الحوثية وشعاراتها، حيث بات اللون الأخضر يطغى على المكان. وأشارت المصادر أن الحوثيين نهبوا الصور والوثائق المهمة الخاصة بأحداث اليمن وثورة 26 من سبتمبر التي قضت على حكم الأئمة وثورة 14 من أكتوبر في المتحف الحربي وسط صنعاء، واستبدلوها بصور يوم انقلابهم على السلطة في 21 من سبتمبر عام 2014. أحد المصورين الذين وثقوا جمعة الكرامة يتذكر ما حدث في ذلك اليوم، وقد كتب عن أحلك اللحظات في حياة الأحرار اليمنيين. وكتب يوسف عجلان مقاله المعاد نشره في موقع بلقيس، مضيفا في جزء من المقال: مساء ليلة 18 من مارس 2011 كانت تحركات مريبة حول المنطقة الجنوبية لساحة التغيير، وكان ذلك الحاجز الذي بناه سكان الحي بالقرب من المركز الصحي الإيراني مخيفا لأنه يخفي خلفه ظلام دامس. مضت تلك الليلة بخوف وترقب، وجاء صباح الجمعة 11 ظهرا. كنت وبعض المصورين نبحث عن أماكن مناسبة لالتقاط صور. عند نهاية خطبة الجمعة والساحة ممتلئة، بدأ الدخان يتصاعد من مكان بعيد. سمعنا أصوات الرصاص تتزايد. نزلت وأصدقائي، وعند اتجاهنا إلى ذلك المكان كانت الفاجعة تتجه عكس طريقنا. شباب يحملون جرحى والدماء تنزف منهم. بدأ الخوف يراودنا، وما إن وصلت إلى قرب جولة القادسية سقط أحدهم بجانبي أثناء ما كان يصور بكاميرا صغيرة. لم أتمكن من معرفة وجهه لأن رصاصة قد اخترقت رأسه. حمل سريعا على متن دراجة نارية، واكتشفت يومها أن من سقط كان الشهيد الصحفي جمال الشرعبي. وصلت المسير، لكن الرصاص كان ينهل على من يقترب من ذلك المكان.
سقط الشهيد والجريح واحدا تلو الآخر، حتى لم يحتمل من كان بمقدمة الصف ليقتحموا الحاجز ويدمروا. شباب يحملون جرحى والدماء تنزف منهم. كنا جميعا في رعب وذهول وألم. عدت إلى مستشفى الساحة عند المغرب، انهرت من البكاء، فأمسك بي أكثر من صديق وهو يسألني إن كان أحد من عائلتي أو أقاربي سقط شهيدا. نعم، لم أتمالك نفسي، لقد سقط أكثر من 50 شهيدا، كلهم إخوتي وعائلتي. لقد كان يوما مأساويا، أشعل بداخلنا ثأر الانتقام من نظام قاتل، ولكنه ثأر بالسلمية التي انتهجناها من أول ليلة في ساحة التغيير. أثارت صور لشعارات ميليشيا الحوثي على جدران ومباني صنعاء تاريخية موجة غضب واسعة لدى اليمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي، تنديدا بأفعال الحوثيين والتي قالوا إنها تشوه المعالم الأثرية والتراث القديم، وعنون الموقع بوست: صورة من اليمن تشويه الحوثيين لمعالم أثرية بصنعاء يثير غضب اليمنيين. ويقول الموقع: أظهرت صور واجهات معالم أثرية في صنعاء القديمة وعليها طلاء شعارات الميليشيا، الصرخة المقتبسة حرفياً من إيران باللونين الأخضر والأحمر، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. وقد أدرجت مدينة صنعاء القديمة المأهولة بالسكان منذ أكثر من 2500 سنة في قائمة التراث العالمي عام 1986. تم ترميم المدينة من خلال حملة كبيرة أطلقتها اليونسكو في أواخر الثمانينيات، وحافظت على طابعها التاريخي الفريد، وتعرضت معظم معالم صنعاء التاريخية والأثرية ومتاحفها الوطنية لعملية نهب ممنهج من قبل الحوثيين منذ اجتياحها للمدينة أواخر عام 2014، بينها نهب المتحف الحربي والمتحف الوطني واختفاء قطع أثرية ثمينة وسط اتهامات للميليشيا بتهريبها والاتجار بها. إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في صفحته الرئيسية: فريق من شركات OMV النمساوية يعود إلى اليمن لاستئناف إنتاج النفط في شبوة. وقال الموقع إن الفريق الهندسي للشركة النمساوية يبحث التحضيرات الجارية لاستئناف عمل الشركة على ضوء نجاح الجهود الحكومية في تهيئة الأوضاع اللازمة لذلك. وقال الموقع: إنها المرة الأولى التي يصل فيها فريق نفطي إلى اليمن منذ اندلاع الحرب. واطلع وفد الشركة النمساوية على قطاع S2 في حقل العقل النفطي والذي تستثمر فيه الشركة بهدف استئناف عملية إعادة الإنتاج في القطاع عقب التحسن الملحوظ الذي شهدته الأوضاع الأمنية بمحافظة شبوة. الغاز والنار في شرق المتوسط. تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله في صحيفة الخليج، مضيفا في أجزاء من المقال: في هذه البقعة من الأرض نشأت حضارات وازدهرت حين كان القاطنون على الضفة الأخرى من المتوسط يغطون في جهالة قبل أن تتفق أذهان فلاسفة اليونان وتستغرق في التأمل بالطبيعة ومعجزة الخلق. عرفت مصر حضارة منفك العلم يبحث في مكنوناتها ويفك ألغازها وينبهر بما تجلى من عبقرية الإنسان وإدراكه طلاسم الكون وأسرار الوجود. وقامت حضارات الفينيقيين والكنعانيين في الشام وبابل وآشور في العراق وقتبان ومعين في اليمن ونوميديا في ليبيا. تلك الحضارات العريقة خرجت من الأرض نفسها التي انبعثت فيها ديانات التوحيد الثلاث، وهي ذات الأرض التي مثلت مطمع الغزاة بالأمس واليوم، ولعلها ستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي الوقائع الكبيرة كان الغازي لا يطلب بلدا واحدا منها ويغض الطمع عن محيطها. صح العالم العربي على وقع صراعات مذهبية تطلق ستارا من الدخان يغطي على مطامع إمبراطوريات تغيرت أسماؤها وتجددت وسائلها ولغتها دون أن تتغير الأهداف والمقاصد. وأخيرا أفصح الغاز عن وجوده الضخم في شرق المتوسط، وقد يبوح جنوبه بالمستقبل عما هو أكبر وأكثر مدعاة للإغراء. وقد اكتشف الإسرائيليون أنهم لم يفوزوا بالأرض المقدسة التي وعدتهم بها التوراة المزورة فقط، وإنما ربحوا كنزا ثمينا يبشرهم بالرخاء والهناء فوق ركام اللحم الفلسطيني. إن هذا التوتر والغضب الذي أججه الغاز في تل أبيب
ينذر بقادم مخيف بحروب لا تنتهي وفواجع ومآتم لا تتوقف. إنه جحيم الغاز بعد جحيم النفط أعتى وأقوى. أطلقت جماعة الحوثي للمرة الثانية حملة تحريضية لوقف التحصين، هي الأولى للعام الجديد 2018 ضد حملة التحصين ضد المرض الوبائي الدفتيريا التي سبقتها حملات سابقة تسببت في تراجع تغطية التطعيم، ويعنون موقع يمن مونيتور. جماعة الحوثي تحرض ضد التحصين من وباء الدفتيريا وتتهم الأمم المتحدة بنشر الأمراض. ونقل مراسل يمن مونيتور تورط عدد من الوسائل الإعلامية التابعة للجماعة في نشر مواضيع حول خطر التحصين بالدفتيريا، حيث نشرت المجلة الطبية الصادرة من الهيئة العليا للأدوية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثي تقريرا حمل عنوان منظمات نشر الأمراض العالمية، يتهم فيها الأمم المتحدة بنشر وصناعة الأمراض العالمية ورعاية الأمراض ودعمها ومؤازرتها. ونقل مراسل يمن مونيتور في صنعاء أن جماعة الحوثي أطلقت رسائل تحذيرية عبر الواتساب، منها أنهم يريدون القضاء على الجيل الصاعد، وأن اللقاح علاج لم يتم تجربته وستتم تجربته للمرة الأولى في اليمن. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في جولتنا بين الصحف الفرنسية. نطالع عنوان في صحيفة لاكروا الفرنسية: ترامب يستقبل ولي العهد السعودي الذي يهز المملكة. وقال التقرير في ترجمة خاصة لقناة بلقيس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل يوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي ليست فرصة له لشجب المنافس الإيراني العظيم فقط، ولكن أيضا ليحيط بالتغييرات الدراماتيكية التي طرأت على المملكة السنية. بعد 10 أشهر من آخر لقاء لهم في الرياض، ينبغي على ساكن البيت الأبيض 71 عاما والرجل القوي الجديد في أكبر مصدر للنفط في العالم 32 عاما أن يظهر حسن نواياهما في المكتب البيضاوي. وينبغي عليهما أيضا أن يستحضرا التغييرات العميقة التي حدثت في المملكة العربية السعودية داخليا وخارجيا، كرخص القيادة للنساء والتطهيرات غير المسبوقة باسم محاربة الفساد والحرب في اليمن، وكذلك الصراع مع قطر. فيما تظهر أصوات تدعو البيت الأبيض إلى عدم الموافقة دون قيد أو شرط على جميع توجهات الشاب الثلاثيني، وعدم البقاء في حالة سلبية في مواجهة الحرب الأهلية الدموية في اليمن. تتابع الصحيفة الفرنسية: أسفر القتال بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات العربية المتحدة عن مقتل ما يقرب من 10,000 شخص ووضع البلاد على حافة المجاعة. تتابع صحيفة الحياة اللندنية أحد الأنشطة التي تحاول البقاء في ظل حكم الميليشيا في صنعاء، وتعنون الصحيفة: وجوه يمنية يمكنها الابتسام للجداريات. وقال تقرير الصحيفة الذي أعده علي سالم: عاد اللون والوجوه والجدران، لم يتبقى شيء ليقال عن الحرب أو حرب اليمن المبوءة بالغموض واليأس والألغاز، لدرجة أن بعضهم وصفها ساخرا بأنها شكل من أشكال حوار الحضارات والديمقراطية التي بشر بها قادة الغرب. يضيف التقرير: وسط صنعاء المهمومة بالبحث عن لقمة العيش والغاز الطبيعي والماء والكهرباء والرواتب، تبتسم وجوه شبان من الجنسين بينهم أطفال وحولهم مارة وسائقو دراجات فضوليين يتفرجون على أعمال يوم مفتوح للرسم دعا إليه رسام الجرافيتي مراد سبيع. يقول سبيع للحياة: فلئن فرقت الحرب الناس ومزقت أوصال المجتمع اليمني، يبقى الرسم رسالة سلام وتعايش. الألوان واللوحات لا تملك القدرة على وقف الحرب وإطعام الجوعى، لكنها ربما منحتهم أملاً وعبرت عن توقهم
للسلام. تتابع الصحيفة: منذ انطلاقة الربيع العربي في 2011 ظل فن الجرافيتي حاضرا خصوصا في صنعاء التي حصلت في صيف عام 2014 من قبل القبائل المحيطة بها بدعوى إسقاط الجرعة، ليتضح لاحقا أن الهدف كان إسقاط الدولة اليمنية وتهيئة نخب حاكمة جديدة تحت ستار الحرب. توقعات ستراتفور عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نشرتها صحيفة الغد قالت في جزء منها: لم يكن الشرق الأوسط معروفا أبدا باستقراره، لكن شغف إيران بالتدخل في شؤون جيرانها جعل الحفاظ على السلام في المنطقة أكثر صعوبة باطراد، وعلى الأقل هذا هو الاعتقاد الذي سيجعل عيون واشنطن مركزة مباشرة على الجمهورية الإسلامية في هذا الربع من العام. وفي حين تصعد الولايات المتحدة جهودها لمواجهة نشاطات إيران في الخارج، سوف تكرس إيران جهودها لترسيخ أقدامها والدفاع عن تخومها، وسوف تنجح في الجزء الأكبر فتحافظ على موقعها في الحرب الأهلية السورية وتحتفظ بنفوذها السياسي في العراق ولبنان، بينما تعقد كل منهما انتخاباتها. مع ذلك سيكون لإيران القليل من السيطرة على عنصر واحد من عناصر مصيرها، خطة العمل الشاملة المشتركة، وبدلا من أن يكون لها الكثير من القول حول مستقبل اتفاقها النووي مع القوى العالمية، سيكون على طهران أن تنتظر وترى أي تشريع سيصنعه المشرعون الأمريكيون والدبلوماسيون الأوروبيون لزيادة الرقابة الدولية على برنامج إيران النووي ومنشآتها النووية، وعلى أمل صد المحاولات التي يبذلها الغرب لتقييد سلوكها. ربما تبقي إيران تجارب الصواريخ البالستية طويلة المدى واستفزازاتها في الخليج في حدودها الدنيا خلال الأشهر المقبلة، ولكن عندما يتم قول وفعل كل شيء لن تكون طهران راغبة في التنازل عن مصالحها الاستراتيجية بتعطيل برنامجها للأسلحة في الوطن أو بالحد من دعمها للجماعات المسلحة في الخارج. في واحد من أكثر الأخبار المنوعة مطالعة في صحيفة الشرق الأوسط ما جاء تحت عنوان: غرامة باهظة على خباز فرنسي رفض الحصول على عطلة. وقالت الصحيفة: فرضت السلطات الفرنسية غرامة باهظة على خباز فرنسي ليس بسبب صناعة رديئة لخبز الباجيت الفرنسي الشهير، ولكن لأنه بذل جهدا كبيرا للغاية في عمله وأرهق نفسه ولم يحصل على يوم راحة في الأسبوع. وذكر موقع ذا لوكال الإخبارية الأوروبي أن سلطات العمل والتوظيف قامت بضبط الخباز وفرض غرامة عليه قيمتها 3000 يورو لعدم انصياعه لقانون يفرض يوم راحة في الأسبوع على المنشآت في المنطقة، وذلك بعد قيامه بفتح أبواب مخبزه طوال أيام الأسبوع السبعة خلال صيف عام 2017 دون أن يحصل على يوم عطلة. وأشار الموقع إلى أن الفرنسيين معروفون بتقدير قيمة التوازن بين الحياة والعمل، ولذلك فقد فرضت السلطات هذا العقاب الشديد. في واحدة من أغرب القضايا التي شهدتها الكويت كما تصفها صحيفة البيان، إذ لا تعتبر هذه القضية ضربا من الخيال فقط، وإنما هي جنون الخيال ذاته، تمثلت في عدم معرفة ابنتين بوفاة والدتهما المسنة وهي على فراشها منذ حوالي 8 أشهر، وجميعهن يسكن في شقة واحدة حتى باتت جثة والدتهما متحللة بالكامل. تحريات رجال مباحث الفروانية استبعدت الشبهة الجنائية تماما في هذه القضية، خاصة بعد أن تم إخضاع ابنتي المتوفى للتحقيق وانشغالهما بالبحث عما يسد رمقهما وقوتهما اليومي. أما عن تفاصيل هذه القضية الغريبة فقد بدأت حين طلبت إحدى بنات المتوفى التي ترقد منذ شهور في مستشفى الطب النفسي رؤية والدتها، فكان لها ما أرادت حتى ذهبت إلى مسكن والدتها ودخلت غرفتها ورفعت عنها الغطاء فأصابها الذهول لما رأته، فلم تكن والدتها إلا هيكلا عظميا يكسوه ثوب فقط. وبتحقيق رجال الأمن مع الفتاتين تبين أنهما اعتادتا الذهاب يوميا منذ الصباح للبحث عما يسد رمقهما ولم تدخل غرفتها منذ شهور مضت، وكانتا تظنان أنها تنهض بعد خروجهما وتعود بعد ذلك إلى سريرها لتنام كعادتها يوميا. وبعد التأكد من تحريات المباحث استبعدت الشبهة الجنائية وكذلك تقرير الطب الشرعي الذي أكد بأن الوفاة طبيعية تم إخلاء سبيل ابنتيها.
في مقاله عن رئيس يمحو رئيس، تذكر حسن عبد الوارث الطريقة التي يتعامل بها رؤساء اليمن مع بعضهم حين يذهبون، وقال في جزء من مقال نشر في يمن مونيتور: في اليمن بشطريه قبل الوحدة ثم بعدها أقدم معظم الحكام على شيطنة عهد أسلافهم، شيطن سالمين ورفاقه عهد قحطان، ثم شيطن خلفاؤه عهده، ثم شيطن حكام ما بعد 13 من يناير عهد حكام ما قبل هذا التاريخ، وهكذا دواليك. فكان التاريخ السياسي الحديث والمعاصر للجنوب مثل جزيرة صغيرة متباعدة في بحر متلاطم الأمواج. أما علي عبد الله صالح فلم يكتفي بتصفية إبراهيم الحمدي جسدياً، بل سعى إلى تصفيته تاريخياً. وبرغم أن الحمدي كان صاحب الفضل المباشر في تمكين صالح سياسياً وعسكرياً وجعله تيس الضباط، إلا أن ذلك لم يشفع له عند رجل تمكن الغدر من عقله والحقد من قلبه، وغابت عن قاموسه كل معاني النخوة والشهامة والمروءة وغيرها من أخلاق الفرسان. لقد وجدت اسم الحمدي يطمس من بوابة مسجد صغير أقيم قبالة منزل صالح الذي قتل فيه مؤخراً، كما رأيته يطمس من لافتات مشاريع ومنشآت في غير مدينة وناحية في البلاد. لقد استنى الحكام في البلاد المتخلفة واليمن بضمنها هذه السنة السيئة، ثم راحوا يتجرعون تبعاتها المقيتة. ولو كانوا اختطوا نهج التقدير والتوقير لأسلافهم لخلد التاريخ ذكرهم وذكراهم أبد الدهر، ولكنهم مصابون بهذا الهوس الشرير الذي انقلب وبالا عليهم كما ينقلب السحر على الساحر. الاحترافية تثبتها عدسة مصوري صحيفة الديلي تيليغراف، والتي نقلت لجمهورها صورا من مختلف أنحاء العالم، نتابعها معكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.